السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، تحية كبيرة لكم. تجمع لأهالي من مدينة تلبسة عن طريق حمص حماة الدولي مطالبين بإطلاق سراح شاب منشق معتقل في سجون سلطة الأسد منذ 15 يوما. الشاب اعتقل أثناء نقله لشخص من لبنان بطريقة غير نظامية عبر دراجته النارية إلى قرية تقسيس بريف حماة الجنوبي قبل أن يتم إيقافه من قبل دوري تابع لفرع المخابرات العسكرية في حماة. المعتقل وهو من عائلة شناد كان مطلوبا لمخابرات سلطة الأسد، وسبق أن رفض إجراء التسوية الأمنية. ووفق معلومات للمرصد السوري، قامت عائلة المعتقل بتسليم 20 بندقية كلاشينكوف لفرع الأمن العسكري عبر أحد الضباط ضمن صفقة لإطلاق سراحه، لكن الفرع لم يلتزم بالاتفاق. أحد وجهاء تلبيسة تعهد للمتظاهرين بمتابعة قضية المعتقل حتى إطلاق سراحه بمقابل عدم قطع المتظاهرين الطريق حمص حماة الدول. خبرنا الثاني أصدقائي، وفاة عبد الحنان باشا آغا المنحدر من قرية قطمة بريف عفرين متأثرا بإصابته جراء تعرضه للطعن قبل 10 أيام على يد أشخاص مجهولين في حي الليربو بمحافظة حلب. وتشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد فلتانا أمنيا وعمليات خطف واغتيالات وسط إهمال السلطات وانتشار السلاح بين قوات الأسد وميليشياته.